السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديال الممبار اللي هو اللي كنقولوا حنا سوسيس، المصران او المصارن ديال الحيوانات اللي هي البقر او العجل او الخروف. المهم هنايا الطريقه ديالهم نهار العيد، كي من غير العيد هما دائما كيديروا هذا الحشو ديال الممبار. المهم اليوم غادي نشاركوا معكم كيفاش كيديروا ليه. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير. هنايا كنحشيو الممبار، اكيد كيكون مغسول ومحيدين له داكشي المهم الزوائد ديالو. والحشوه هنايا كتكون يعني على حسب كل واحد والطريقه ديالو. الحشوه الاغلبيه كيديروها الحشوه ديال المحشي، محشي كرومب، محشي المهم طريقه المحاشي. كيحشيو غير بالروز وديك الصوص ديال الطوماط والشابات اللي هو نوع من الخضره والبقدونس. المهم الحشو ديال المحشي كيف ما قلت لكم. الطريقه ديال الحشو بحال هكا، كيكونوا قطعوا المصران او هذا الممبار كيقولوا الممبار، وكيحشيو غير شي شويه لان الروز كيتنفخ مع الطياب، ملي كيطيب كيتنفخ، هذا كيحشيو غير شويه باش يخليو مساحه باش يرتاح هذاك سميتو الروز باش ما يترطقش هذاك الممبار اللي هو السوسيس او المسران. بحال هذه الطريقه، المهم كيحشوها بهذه الطريقه هذه وكنخليوها على جانب. المهم انا بعدا اصلا حنت ماشي في الدار عندي، دار لوستي كنصور، ما لقيتش كيفاش، ما لقيتش شي حد، ما جبتش معايا حتى داك الحامل ديال التليفون، لهذا كنصور غير بيديا. ممكن تلقاو بان التصوير كان شويه ماشي هو هذاك، المهم استسمح، هذا هو اللي قدرت عليه. المهم الطريقه كنحاول نوريكم الطريقه كيفاش كدير ليها، وكتعاود تحطوها كي حتى تسالي جميع اللي هذوك القطع او الوحدات. ومن بعد كنكون هنا في هذه الاثناء موجدين طاوه ولا حله ولا جميله. شوفوا الطريقه كيفاش كيديروها، كل واحد وطريقته. يعني انا نهار كندير بديت بها كنت كندير غير بشويه، ما كنديرش بهذه الطريقه هذه، كندير غير بمعلقه تعذبت فيها في المره الاولانيه، ولكن من بعد يعني منين صايبته معها يعني جاني هذه الطريقه كدير يعني شويه سهله. في هذه الاثناء قلت لكم كنكون موجدين حله او طاوه او جميله فيها الماء او شويه من هذيك الشوربه اللي عندكم، كتكون كتغلي، يعني كتغلي بيد ما حنا نساليو هاد الوحدات كنتسقطوهم في هذاك الماء كيتسلقو كيطيب. يعني هذا حنت مصران خاصو يطيب، وخاص الرز اللي فوسط منه خاصو حتى هو يطيب. المهم نتبعوا المراحل كامله وشوفوا كيفاش، يعني بلا ما يعني نحرق لكم المراحل، خليكم تشوفوا اللقطات وانتم معايا. وهنايا بعد ما سالينا كل الوحدات، كيف ما قلت لكم كنكون موجدين حله فيها ماء مغلي، نغلو فيها الماء ونحطو فيها هذاك المرق. اذا عندكم شوربه ولا كانت شوربه زايده عندكم، الا ديروا تحطوا المرق اللي هو ديال مرق الدجاج، مرق البقري، مرق المهم هذاك المرق اللي عرفتوه. صافي كنبقاو نحطو فيه الوحدات، ويعني طالما هو ماشي عامر بزاف ماشي ما مليناهش يعني حتى الاخر، ما غتخافوش ما غيترتق ما غيطرى له حتى شي حاجه، كيطيب وكيتجمع كيتغونفلا، لان اللوز فيه كيطيب كيتنفخ. كنحطوهم كاملين لان الحل هنايا او الجميله كانت موسعة شي شويه. حطينا هذوك الوحدات كاملين طابوا مره. صافي من بعد ملي كيطيبوا كنحيدوهم كنحيوهم كنحطوهم في مصفى يتصفاو. في ديك الاثناء كنكونوا مشغلين الفرن درجه الحراره باش يسخن مزيان، حنا بغيناهم غير يتحمروا
باش مي الا خليته فرن بارد كي كي, كي يعني كيكونوا قاسحين او ناشفين يعني هذا المعنى. لهذا خاص يكون فرن سخون مزيان باش راح بغينا غير نحمرهم كندهنهم كندهنوا الصينيه او داك المول بالزبده وكندهنوهم بالزبده، يا الا الا كانوا فيهم مدهنين بحال هذا كان يعني دهن كان دسم كان دسم والدهنه فيه كثيره، دهنا غير الصينيه باش ما يلتصقش لنا من تحت والفوق ما دهناهش، خلينا هذيك الدهنه اللي كيطلق كتحمروا يعني هذا ما كان على حساب النوع ديال المسران، يعني هذا المسران كان دسم بزاف. المهم هنا كنخليوهم بعد ما كنحطوهم كاملين كنغطيو عليهم وكنخليوهم يطيبوا. كتعرفوهم كيفاش طايبين، يعني كيكونوا كيتنفخوا وكيكونوا يعني بالزربه ساهلين باش انهم يعني كتكي عليهم بحال هكا كيكونوا طايبين. صافي من بعد كنخرجهم كي قلت لكم كنحمرهم كيكونوا بحال هاد الطريقه هذه. صراحه لذات بزاف زوينين، غير جربوهم اللي عنده اللي عنده الصبر. هذا ما كانت نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، ولو صحت لنا ما ينسانيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد، والى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.